أخت اليوتيوبر غات مروان تفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت لما مروان بنشر ستوري اليوم انه اخوها غيث مروان ترشح لجائزة عالمية جديدة، وهي جائزة جو أورد، والحفلة راح يكون بالرياض. وايضا المشاهير اللي ترشحوا لنفس هاي الجائزة نارين بيوتي، نور ستارز، ووسام قطب. كمان محبين نارين بيوتي ونور ستارز اتفاعلوا بمجموعة من المنشورات عم يطلبوا من الجمهور انه يصوت لمشهورهم المفضل لحتى ياخد هاي الجائزة، والجائزة جو أورد هي جائزة عالمية. ايضا شاركت نور ستارز مقطع على صفحتها بالانستغرام قالت عليه: نور، بدأت من الصفر واليوم انت متحدثة في قمة فوربس. ويذكر ايضا انه نارين بيوتي تصدرت قائمة فوربس مؤخرا كأول صانعة محتوى عربية تنضم الى هذه القائمة،